السلام عليكم اخوتي، فيديو جديد. لكن كيعجبكم هذا الشيء اللي كندير، ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا شي تعليق فيه الراي ديالكم، وديروا ابوني باش ديما يطلع لكم الجديد، وما تنساوش تفعلوا الجرس. وشكرا، فرجة ممتعة. اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة عديل بيكاسي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، متمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية ان شاء الله وبحول الله. مرحبا بكم في قناة عديل بيكاسي. اذا المتتبعين ديالنا، اهلا وسهلا بكم في هذه الجولة الليلية من العاصمة الاسماعيلية مدينة مكناس. وكيف سبق لي وشرت له ودائما كنقولها، هذه الجولة هذه كانت نزولا عند طلب مجموعة ديال المتتبعين والمتتبعات، ف بقوا معنا وتعالوا معنا لننظر أجواء الليلية داخل مدينة مكناس، ونشوفوا الأجواء كي دايرة داخل شوارع مدينة مكناس. وكيف ما كنقول دائما وأبدا، قناة عديل بيكاسي لا تطمح لشيء غير إرضائكم متتبعينا الكرام، غير تقاسم معكم كل ما هو جديد، تقاسم معكم كل ما يليق بمستوى رقيكم متتبعين الاعزاء. كيف ما كنقول ديما المتتبعين ديالنا، مرحبا بالتعاليق ديالكم، مرحبا بالافكار ديالكم، مرحبا بالاراء ديالكم، اي فكره ما عليكم الا طرحوها علينا في قسم التعاليق، واي حاجه ان شاء الله قدرنا عليها غنقوم بها من اجلكم. لهذا كنطلبوا منكم اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، واللي مازال ما دارش جيم يديرها في هذه اللحظه هذه باش ما ينساش، واللي هي فضلا وليس امر، واللي هي لا مشروطه. فهاد الدعم ديالكم راه تشرفنا، كيشجعنا اكثر واكثر. لهذا كنطلبوا منكم التشجيع ديالنا، وحنا ديما غنكونوا معكم مادام نتوما معنا. فبقوا معنا نكملوا الجولة الليلية ديالنا المكناسية أيها المتتبعين الكرام. ولكي يكون عطاؤنا متبادل، كنقول لكم متتبعين الكرام، مزيد من التشجيع، مزيد من اللايك، مزيد من البارتاج، باش نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما يليق بكم متتبعين الكرام. فصراحة يا لا روعة الأجواء الليلية من داخل العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، يا لا روعة أضوائها، يا لا روعة جمالية شوارعها، وهي العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، صراحة من أجمل المدن المغربية، خصوصا التجول ليلا صراحة جميل جميل، وكيبين الجمالية ديال مدينة مكناس العتيقة. فابقوا معنا إلى آخر الفيديو أيها المتتبعين الكرام.
وصلنا لنهاية الفيديو متتبعينا الكرام، كنتمنى نكون عند حسن ظنكم باش نقدموا لكم دائما الجديد، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك، وشكرا لكم بزاف. صراحة ما سخيناش بكم متتبعينا، ما سخيناش بهذه الجولة الرائعة من داخل العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، لكن لكل بداية نهاية، مازال إن شاء الله جولات أخرى، جولات متميزة، قائمة رائعة، كونوا في الموعد إن شاء الله المتتبعين ديالنا دائما داخل قناة عادل بيكاسي، الجديد والجديد بامتياز. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في القناة لطفا وليس أمرا، فعل الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات الجديدة.